أدي طالب يقول إحنا من النجف اشترينا، يقدم شكوى إلى وزارة الدفاع لأن هم مشترين عرصة هاي العرصة تم توزيعها بمبلغ مالي يعني اشتريناها وليس تخصيص وكانت الأولوية لابناء محافظة النجف. انطوني يا بالله هذه أنا أعتقد والله هذا قبل أشهر حكينا بها. طالب شلونك؟ أهلا أستاذ نادر شلونك؟ أنت مو طلعت وياي على قضية العرصة؟ إن شاء الله أستاذ صحيح. طلعت وياي لو لا؟ لا لا أستاذ أنا غاسلتك وهسي الله لأن الزخم شال عليك. زين هذه العرصة أنت اشتريتوها بفلوس؟ صحيح أستاذ. زين استثمار وزارة الدفاع اشتريتها استثمار. أي. وتم توزيعها وكانت الأولوية لأبناء محافظة النجف. هي وين العرصة تصير؟ بالنجف يم المقبرة النموذجية شفيك الشام. زين العرصة توزعت قطع أراضي قد مساحة القطعة؟ 200. الجهة اللي باعت لكم من هي؟ تم الاتفاق وزارة الدفاع ويا محافظة النجف ويا المحافظ وتم شرائها. من اللي تعاقد وياكم الدفاع لو المحافظة؟ لا وزارة الدفاع اشتغلتها وتعاقدت ويا محافظ النجف ووزعوها توزيع تم يعني مقابل مبلغ مالي استثمار. طاكم سندات؟ لا السندات بعد اعطونا كتاب تمليك الى طابو النجف. زين برمضان قالوا ما عندنا مكان ومساحة لهذا الكم 3400 نفر. شنو ما عندكم مكان؟ شنو ما هاي المديرة الطابو مال النجف خلت اعلان بالباب قالت لا تراجعونا هسه ورا رمضان راجعونا. زين ما يخالف ما عندي مكان وحاسبات مات ورا رمضان رحتوا للسيدة وصل الموعد قبل الموعد بيوم يعني قبل العيد بيوم استاذ حميد الشبلاوي تم ايقافها بحجة وجود فساد اداري بيها. هيا سنة من العام هي استاذ من العام. حميد الشبلاوي شو اشتغل؟ عضو برلماني تشريني. اي خوش يعني عضو برلماني تشريني ممتاز يجوز اكو فساد. شنو نوع الفساد استاذ؟ ما نعرف احنا كل ما نطالب اي جهة ما تعرف مديرية الاسكان العسكري تقول احنا اعطيناكم كتب التمليك. استاذ حميد الشبلاوي موقفها هو والنزاهة هو مقدم كتاب ايقاف. اي يعني انتو لازم تطرحون للسيد حميد الشبلاوي فهمكم روحوا شربوا استكان شاي ما بالبيت احتمال اكو فساد. استاذ هذا شخصيا ما راحت بس هواي ناس راحوا شي يقولهم يعني يقولهم صبروا لي يومين ثلاثة اسبوع وهذا الحكي من رمضان لي هسه. اي ما يخالف شوفوا اذا اكو فساد يا سي رمضان صار ثلاثة شهور يعني اقول لك هو الجندي اللي عنده فساد. اي احتمال اكو فساد بين وزارة الدفاع وبين النجف وبعدين هذا الفساد اذا صدق باشر احتمال يطلع انتم هم مضحوك عليكم. فشوف شوف الرجل عيني شوفوا انتم هسه صار لكم 3 اشهر مو لا 5 اشهر استاذ 5 اشهر اقول لك قضية انا مو قدامك اي استاذ وحق هذا شهر محرم صار 7 سنوات مقدم على قطعة نقابة الصحفيين وبيها قرار اليوم وما حد الطاني. استاذ انت مستهدف بس احنا جنود هسه مستهدف ما تقول لي انا كاتل لجمن مستهدف غير عراقي بموجب القانون يعني كاتل لجمن اني هذا اقول لك على الضوء نقول يا الحمد لله بس السيد حميد الشبلاوي انا يمكن اخلي اخوان اخ موضوعنا من خلال برنامجك اخ طالب الاخت اسراء الاتصال بالسيد حميد الشبلاوي هسه قد يكون السيد حميد الشبلاوي بهاي القضيه رسول سلام لانه اكو فساد انا راح اتصل بالسيد حميد الشبلاوي وراح نعرف شنو طرقاع الذوله.